بر الأمان. مرحبا بكم في برنامج بر الأمان. مرة في الأسبوع باش نحكيو عليكم أنتم مستمعين، باش نحكيو عليكم وعلى كيفاش القرارات المراسيم القوانين والمناشير تأثر على حياتكم اليومية. ما تهربوش وما تخافوش، ماناش باش نبداو نحكيو ما بين رجال قانون وخبراء، لا، حتى واحد من فريق برنامج بر الأمان ما هو قاري قانون، بالعكس في البرنامج هذا باش نسمعوكم أنتم في حياتكم اليومية. وذلك علاش باش نبداو في كل حصة بروبرتاج يدوم تقريبا درجين ونتنقلوا فيه في كامل تراب الجمهورية. في برنامج برلمان ثم زادة ريكرونيك من أصداء البلديات إلى أصداء المجلس، وباش نحيو الغبر على أقدم جريدة في تونس في آخر كل حصة مع كرونيك أنفو جوخت اللي هي أخبار الجريدة الرسمية التونسية. بالطبيعة نقاش موجود وقريب لكم أكثر من اللي تتصوروا. علاش؟ على خاطر كل أسبوع باش نسجلوا وإلا نبثوا في المباشر من بقعة في الجمهورية. اليوم احنا موجودين في بلدية القيروان. يقول القائل علاش؟ على خاطر البلدية هذه من ضمن البلديات التوانسة اللي اختارت أنها تبرتاجي بعض الوثائق متاحة على الفيسبوك، خلي المواطنين يتمكنوا من النفاذ إليها. خليني قبل كل شيء نقدم لكم شكون موجود معايا في الاستوديو. صباح الخير شيماء. شيماء باش تقدم معايا أنت الحصة. صباح الخير، مرحبا بكم كل. نشكر سيلا سعد القذامي رئيس النيابة الخصوصية اللي فتحنا لبواب البلدية، ورحبوا بك في برنامج بر الأمان. مرحبا. مرحبا بك ومرحبا بكافة الإخوة المستمعين. نشكر زيدا نزار القرقني أستاذ إعلامية في المستير وأصيل مدينة سيدة. مرحبا بك نزار. مرحبا، شكرا على الاستضافة. شيماء، لو كان نقول لك 55-2014 شنو هذا يرمز لك؟ هذا من أهم الأرقام اللي سمعناها في آخر أسبوعين ولا ثلاثة، هو الرمز متاع القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة. باش نسمع ريبورتاج نعرفوا أكثر كيفاش المواطن يتعامل مع المعلومة في تونس. شيشة وإكسبريس في قهوة البرت متاع سيدة في ولاية المستير. الرئيس حسين جقيريم قاعد مع أصحابه من ولاد الجهة. الرئيس يستحضر في حكاية صارت له كي الزبلة قدام داره تحرقت. سيادة كانت فيها ديبوبال من حاويات الفضلات، كانت بدائية برامل مقصوصة، ولت فيها من حاويات بلاستيك، واحد معتوه حرق حاوية لقدام داري. اتصلت بالبلدية قلت لهم بدلوا لي الحاوية، قالوا لي شراء روحك. دخلنا للإنترنت عرفنا سوم الحاوية من التجاري، وعرفنا البلدية بقداش تاخذ فيها. المواطن بقاش ينجم يشراها وبقداش ينجم بلدية تشراها. ووقتها قلنا استعداد الواحد يشرى اللي يجيبه، ولكن سعفتنا البلدية انها عطتنا حاوية اخرى. ويقولش يرحم والديه سي لطفي، انا مشيت له للدار ودقدقت عليه وافقت لي يرحم بلدي والديه وجماعة البلدية تلموا عليه ووافقوا لي. يعني فماش فرق بيني اذا كان عندي علاقة طيبة مع رئيس بلدية ولا بين غيري. هذا اللي رناه لعبت الكل كيف كيف بالشفافية، فماش واحد خير من الآخر باش يتحصل على المعلومة وإلا أي خدمة من خدمات البلدية. الحكاية الكل في سيدة بدأت في 2011 كي رئيس النيابة الخصوصية المستقيل لطفي فرحان حاب يكسب ثقة المواطنين في البلدية. بعد 14 شام في بشوية الانتظارات متاع المتساكنين كانت كبيرة، أما إمكانيات البلدية محدودة. معادلة صعيبة لأستاذ الرياضيات لطفي فرحان. العمليه يكون العباد ما صدقتش يكونوا في مشروع صح شنو هي كل مساله تقولوا هاو راهي الوضع المادي بتاع البلديه صعيب. العباد ما صدقش يقول لك لا، خاطر قبل ديما يقول لا ديما عنده فلوس دوم كذا وناس تساقوا ناس كذا وناس تحول كذا. هي باهي خويا شو هيك بالضبط عندي هاي او شو هيك تفضل شوف 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 لاحظ بعينك كيما الرب العاي يقول ما سيلها وهاي سطوش هاي تفرجوا فيها حلو حلو شوفوا. اما ديما نحكي قلت لك الشاغل نتاعنا الهاجس نتاع الوحيد هو كونوا المواطن يزمو يعرف اسمع عارف ماهيش اسفار دوله هي وهي الصافي صيدة متجاوز الواقع الصافي البلاد فعلا المستوى ذا مع التوكيد اللي بدي احكيه على النفاذ المعلومه كي تقولوا هذا طبقناه في صيدة احنا عامل في 12 فيش تحكي انت معناتها سامحني بكلمة اكسبريسيون هابين بها الحكايه دي هابين بها. التجربة متاع سيدة نالت اعجاب العديد من المنظمات الدولية ووسائل الاعلام التونسية ولا الاجنبية. اللي يجلب الانتباه هو أنه الهيكل العمومي هذا بادر بنشر المعلومة من غير ما يطلب منه حتى حد شيء. هذا المبادرة هذه في الحقيقة استثنائية وشاذة، ما نذكروش أي بلدية أخرى قامت بنفس الشيء. الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. ما لا كيفاش نعملوا كي نحبوا نطلعوا على وثيقة ما هيش تابعة بلدية سيدة؟ سهلة برشا العملية. الإجابة هي مرسوم
41 صدر سنة 2011. اسمه الرسمي هو حق النفاذ إلى الوثائق الإدارية. المرسومة ذي اسمه على جسمه، وهو يسمح لكل مواطن أو شخص معنوي باش يطلع على مثلا ميزانية وزارة الثقافة أو محاضر جلسات البلدية من بلديات تونس أو إحصائيات تنفيذ قرارات الهدم للبناءات اللي دون رخصة، وإلا أي شيء آخر ماهوش معني بالاستثناءات. به وكيفاش نتأكدوا أنه المرسوم هذا معمول به؟ مسألة زادة سهلة ما علينا كان نجربه. أما يقول قاي شنية الوثيقة اللي بنجم نطلبها؟ نظرا أنه تونس تحتفل في 2016 بالعيد 60 لاستقلالها، قررت نضال شمانجي من فريق برنامج بر الأمان أنها تمارس حقها في النفاذ إلى الوثيقة اللي تجسد الاستقلال هذا، واللي صحوا عليها الوزير الأول طاهر بن عمار وزير الخارجية الفرنساوي كريستيان بينو. نظرا أنه ما نعرفوش شكون عنده الوثيقة هذه، اخترنا أنه ندقوا على البيبان الكل، رئاسة مجلس النواب، رئاسة الحكومة، ورئاسة الجمهورية. أما قبل كل شيء شنية اسمها الوثيقة بالضبط؟ الله أعلم. ذيك علاش نضال قررت باش تلوج عليها في كتاب التاريخ ومشينا لأقرب مكتبة. السلام عليكم. عاصمة تحريرك بس عليك الحمد لله. وعلى شنو نلوجوا نضال؟ نلوجوا على كتاب تاريخ سنة ثالثة ثانوي كان عندك. ثالثة ثانوي تاريخ ها؟ تاريخ. نعمل مولا دولتهم. شنو لقينا لهنا؟ لقيت كتاب تاريخ تخزيما لي سنة ثالثة. سنة ثالثة ثانوي. بي. شنو يزونا نلوجوا نضال؟ احنا توقع عادي نلوجوا على اسم الوثيقة لاستقلال تونس. شو طول الفهرس؟ بيع. شنو نشوفوا مع بعضنا المحاور. محور الأول التحولات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية في أوروبا، لي مش هذيك صفحة 237 عنا في الصفحة 236 20 مارس 1956 بروتوكول استقلال التام، هذه إذن اسم الوثيقة لاستقلال تونس اللي صار في 20 مارس 1956. مشينا للقهوة باش نعمروا المطلب. نضال كتبت مطلب من غير إنشاء ولا تطويل، اسم المطلب، بياناتها الشخصية، رقم الهاتف، إيميل، وبيانات حول المطلب في حد ذاته، وشكون الهيكل المعني، وبالطبيعة اسم الوثيقة. باش نكتبوا بروتوكول استقلال تام في 20 مارس 1956 والملحق وكل الملاحق في 4 مارس 2016 نضال شمانجي امضاء تونس. المطالب الثلاثة هذوما بعثناهم بالإيميل، ومن بعد ما تعدد نهاية الأسبوع توجهت نضال إلى مكتب الضبط بتاع مجلس نواب الشعب في باردو، وين ثبت المطلب بتاع مجلس النواب، وبعثت المطلب لرئاسة الجمهورية بالبريد. أما في رئاسة الحكومة كانت عندها مفاجأة. من الأول مكتب الضبط يسخمني طالبة شغل، فقال لي راهو المطلب هذا راهو مش هكاك يتكتب بعش بنتي، وكان حاجتك بخدمة لازمك تكتبه بطريقة أخرى. زدت صفح المطلب خاطر هو فيه صفحتين. قال لي به اش معناتها نفاذ المعلومة؟ قلت له به أنا حاجتي بوثيقة، وثيقة هذية طالبة منكم أنكم تلوجوا لي عليها وتشوفوا كان فما ولا ما فماش. قال لي به وش اسمها الوثيقة؟ قلت له أنا توا قلت لك راهي بروتوكول استقلال تونس التام وراهي موجودة في الصفحة الثانية. قعد يتصفح مرة أخرى قال لي مرسوم 41. قلت له أي بالضبط هذاك هو. قلت له به توا نجم ناخذ شارج؟ قال لي لا دقيقة أنا ما عنديش راهو اللي طالبته أنت. قلت له أي نعرف أنت مكتب ضبط. قال لي وأنت ناوية يجاوبوك؟ قلت له أي يجاوبوني بأي وإلا لا المهم جواب. قال لي أنت إيش حاجتك؟ قلت له حاجتي بدا شارج. قال لي تفضل كهو وفيت الحكاية غادي وخذيت دي شارج إن شاء الله يجاوبوني خاطر والله يدخل لي الشك معناها. هيكل العمومية هذه عندها قانونية نص شهر منذ إيداع المطلب باش تجاوبنا. تنجم زادة تطلب نص شهر آخر من بعد، ممكن أنه نتظلم، وإذا كان الجواب كان بالرفض ما يبقى كان الطعن أمام المحكمة الإدارية. اختيارنا الوثيقة هذه ما كانش عفوي في الحقيقة، ثم طرفة جلبت انتباهنا. منش لونانين اللي طلبنا النفاذ إلى ما يشسد استقلال تونس. في 2012 ثم مواطن طلب النفاذ إلى
وثيقة الاستقلال، هذا الاسم اللي استعملوا في مطلبه واللي وجهوا إلى رئاسة الحكومة. تعدوا 15 يوم الأولانيين ومن بعد 15 يوم الثانيين ومن بعد الظلم ومن بعد الطعن في الرفض لرئاسة الحكومة. والمفاجأة كانت في إجابة المحكمة الإدارية، إجابة ما ناش باش نناقشوها من الناحية القانونية أما من المنطق. المحكمة تقول لك أنه اسم الوثيقة هذا ماهوش واضح ودقيق. في الحقيقة هذاك علاش احنا خيرنا نستعملوا كتاب التاريخ بتاع وزارة التربية، خلينا نتفاداو قلة الدقة وقلة الوضوح. والقرار اصدر عن المحكمة الإدارية في 30 جويلية 2012 يقول: استقلال البلاد التونسية تم بموجب وثيقتين، هما وثيقة الاستقلال الداخلي المؤرخة 3 جوان 1955، وبروتوكول الاستقلال التام المؤرخ في 20 مارس 1956، واللتين لم يقع نشرهما بالرائد الرسمي، وهما غير متوفرتين لدى مصالح رئاسة الحكومة، مما يستحيل معه ماديا الاستجابة لطلب العارض. ولكن مستحيل ينجم يولي متاح، على خاطر بروتوكول الاستقلال التام ماهوش صعيب برشا باش نتحصل عليه. Avec satisfaction que cette évolution permet l'accession à la complète souveraineté sans souffrance pour le peuple. طاهر بن عمار يوم 20 مارس 1956 في مراسم توقيع بروتوكول الاستقلال التام. التسجيل اللي نسمعوا فيه توا موجود في الانترنت في موقع المعهد الوطني الفرنسي للأرشيف، وحتى من نسخة تلفزية موجودة. La France et la Tunisie renforcent la solidarité qui les unit pour le plus. Christian Pino, رئيس الشؤون الخارجية الفرنسي. La France reconnaît solennellement l'indépendance de la Tunisie. أما أكثر من البروتوكول في حد ذاته اللي نجم نقراوه في الجريدة الرسمية الفرنساوية، الفضول متاعنا ما ترويش. ما زلنا نستناو في الرئاسات الثلاث، وما زلنا نحبوا نعرفوا شنو هو موجود في الملاحق. Dans les domaines où leurs intérêts sont communs, notamment en matière de défense et de relations extérieures. من سيدة باردو وتونس. محمد حداد، البرنامج بر الأمان بمساعدة نضال شمانجي ومحمد ديال همان. La Tunisie dans l'édification de l'armée nationale tunisienne. Les négociations reprendront le 16 avril 1950. اليوم 19 مارس يوم تسجيل الحصة، التوا مازلنا متحصلنا على حتى إجابة. هو في الحقيقة الهيكل العمومية الثلاثة ذوما مازال عندهم 5 أيام إدارية باش يجاوبونا، وهنا نستناو في الإجابة. وإن شاء الله كيف ما قالت زميلتي نضال شمانجي نتحصلوا على إجابة إما بالرفض وإلا بالقبول. نذكركم مستمعينا اللي تسمعوا في برنامج بر الأمان، معنا سلاس عاد القذامي رئيس النيابة الخصوصية اللي حلنا ببلدية القيروان نشكروه، نزار القرقني رئيس جمعية سيليبغ جمعية الثقافية الرقمية الحرة، ومعنا في الكونسول صابر بن ظافر وشيمة. مرحبا بكم من جديد. شقول لكم شنو أكثر حاجة مسدتكم في الريبورتاج سي نزار؟ شيء مضحك مبكي، معناتها أنه وثيقة كيما هذه ما نلقاهاش في تونس، نلقاها في فرنسا، معناتها سيردو مع لي بوليميك اللي موجودين، هواة الفيسبوك اللي يقولوا ان تونس ما نالش استقلالها، وفي الوثيقه هذيك فما دي روبريك سيكريت هذاك علاش تونس مخبيتها. دونك لا نون ترانسبارونس ديما تحل البيبان لبرشا تاويلات اللي نحن في غنى عنها. سي لسعد، هو بالفعل معناها ملاحظه كبيره، معناها هذا كان استقلال البلاد ولاكت، معناها اتفاقيه كبرى اللي يلزمها تتنشر ويلزم الناس كل تطلع عليها، ومش من توا، معناها في الأصل الاتفاقيات الدولية هي قوانين، معناها يلزم النشر متاعها في الرائد الرسمي، وذي للأسف معناها مش كان يتعلق بالاستقلال، معناها فما العديد من الاتفاقيات اللي تم إبرامها من الدولة التونسية واللي تصادقت عليها في البرلمان، واللي هي قوانين ويلزمها تتنشر، برشا منها مش منشور، فما بالك خاصة معناها إذا كان وثيقة كما هذه معناها في الحجم متاعها وفي الأهمية التاريخية متاعها ما تمنش أصلا متاحة، ضروري أنه كل مواطن تونسي يعرف فحوى هذه الاتفاقية اللي بنى عليها الاستقلال متاعه. صحيح، ويبقى السؤال زي ده متروح، المدة الزمنية اللي طلبنا فيها الوثيقة من المفروض أنه تكون وثيقة سهلة النفاذ يعني، ولكن إلى حد الآن أنا ما زلنا نستناه.
يوريكمون ديما المشكله في تونس فما كيما نقول معناتها لا تيوري لا براتيك معناتها المرسوم 41 موجود من 2011 مي ابارامون بعض الادارات تعرفش اللي هو موجود. نتذكر زاد طرفه انه مره نحكي زاد على قاعدين نعملوا فيه في صيادة ممكن نرجعوا لهم بعد مع بعض الاصدقاء في مقهى في مستير. واحد من الاصدقاء قال لي اذا مازلت كنت في البلديه تو معش نسيت انا البلديه معناتها في ولايه المستير. وقال اول ما دخلت للباب محطوطه معناتها البلديه لا توفر اي بيانات للمواطن ومصحح فيها رئيس البلديه معناتها. قال لي فاش تحكي معناتها فاش تخرف دونك فما برشا خدمه مازلت. وبالنسبه لكم مثلا سي لسعد انت رئيس بالنيابة الخصوصية نتاع القيروان, شنو علاقتك بالمرسوم هذا؟ كيفاش انت هل تلقيت الطلبات والا هو ثم مجموعة من الطلبات معناها بعدة مستويات سواء مع الأخوة الصحفيين او مع الجمعيات في طلب معناها لقاءات او مع المواطنين وانت ولا المعلومات فما طالبين مثلا معلومات شخصية تهمه هو السيد هذاك نجاوبوه, فما اللي يطلب معلومة متاع غيره أذوما ما معناها مثلا يطلب قرار هذا متاع شخص آخر أذوما لا أذوما قولوا لهم إذا كان المعني بالأمر يتحصل, إذا كان متاع غيره معلومة متاع غيره ياخو إذن من المحكمة ونمكنوا منها. غيرها متاع جمعيات مع ديجا أبرمنا اتفاقية معناها منذ حوالي 4 أشهر مع جمعيات والصحفيين في حق النفاذ للمعلومة والتزمت بها البلدية أنه أي معلومة يطلبوها سواء الإخوة الصحفيين أو الجمعيات معناها لممضين أو حتى لغير ممضين على الميثاق هذا مع بلدية الخيروان نمكنوهم من المعلومات المطلوبة. وأكثر من هكاك حاولنا معناها نشر معناها تحيين الموقع الاجتماعي الباج فيسبوك اللي فريكونتي معناها في البلدية أنه كافة المعطيات دورية معناها نخرجوا سواء عن 6 لجان وما زال معناها هو بيدو معناها مش نقعدين ننشروا فيه في كافة الواحد لأنه يعني عندي عون معناها تروش أرجية عنده عدة مشمولات مش قاعد ديما معناها بورتول أنشطة شبه يومية في البلدية, ولكن نحبه قاعدين نحسنه معناها في الأداء باش نبلغ المواطن باش يكون على بين من اللي قاعد يجرى في البلدية والوضع متاع البلدية ونتفاعل وزادة مع الملاحظات. سي لسعد إذا حد باش يجيب مطلب نفاذ معلومة ما همش باش يغلطوا ويقولوا مطلب تشغيل في البلدية. لا 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 معني لا يكون واضح أنه لا فهم أنا اللي بهتني لنا في أنه مكتب الضبط يلزم ويتلقى أي مراسلة ما يدخلش. أنت مكتب ضبط جاب لك مطلب حيلو معنا ضمنه ومدلو دي شارج متاعه وبعد حيلو المصالح المعنية هي تو تجاوب, هي تقول تابعني مش تابعني, انت دورك تتلقى. انا ذي قعد معناها التأويل انا حتى لنا معنا في البلدية قدس مرة قل لي نقبل قلت له تقبل ايش يهمك, قالوا لي مرة مطلب ذي نقبل اقبل المطلب وضمنه واعطيه الديشارج وبعد احنا نجاوبه, ما تدخلش في الامور هذه مش دوره مكتب الضابط انه يجتهد في الامور هذه. وبالنسبه ليك نزار دكري 41 مرسوم 41 استعملته انت؟ ما نجمش نعرف خاطر مانيش تابع اداره بلديه معناتها, اما اللي نعرفه انه في صياده الامور بدات بتلقائيه معناتها حتى قبل ما نسمعوا بمرسوم 41 معناتها. التجربه اللي عملناها كناشط في المجتمع المدني مع النيابه الخصوصيه في صياده بدات اواخر 2011 معناتها ممكن فرض وقت مع خروج المرسوم, لكن نتذكر انه بعد ما بدينا التجربه بعد اشهر وقتها كلمني السيد لطفي فرحان رئيس النيابه الخصوصيه المستقيل قال لي راه هو وزارة الداخلية بعثت لنا مراسلة تحكي على مرسوم 41 متاع نفاذ المعلومة, دونك نحن ممكن سبقنا نوعا ما المرسوم هذا بيسكو الأمور كانت تصير بتلقائية. وانت شخصيا صبيت مطلب؟ لا ما صبيتش حتى مطلب على خطر الوثائق الكل اللي حاجتي بها ما احتجتش الوثيقة معينة مش موجودة. كي ندخل للموقع البلدية مش مقصرة من آخر 2011 لحد الآن البيانات محينة, النشر متاع المصاريف المداخيل المحاضر الجلسات الدعوات للجلسات, دونك لحد الآن ما احتجتش أني نقوم بمطلب معين. المرة الوحيدة اللي قمت بها بمطلب ستي في مع مشروع مرسوم 41 موقع الويب اللي أطلقته وقتها يظهر جمعية توانسة عملت مرسوم 41 وقتها صارت اتفاقية ما بين وزارة اتصالات مع شركة مع شركة تبيع البرمجيات بأسعار خيالية. دونك طلبنا أنه طلبت كأستاذ جامعي وكناشط في مجال الثقافة الرقمية الحرة أني ننفذ نطلب نتحصل على الوثيقة هذه الممضات ما بين وزارة التعليم العالي ووزارة وحتى رئاسة الحكومة كان صدقني ربي, لكن بطبيعة المطلب قعد
ما تلقيتوش اي جواب؟ ما كنت لقيناش حتى جواب وقتها. ما تعناش خاطر حبينا وقتها ممكن بعض اعضاء المجتمع المدني في تونس العاصمه باسكو هما اقرب دونك من مشكله تاع سنتراليزاسيون انهم يتبعوا الحكايه ويقوموا بالريكور لازمين، لكن الحكايه وقفت. الحكايه وقفت الهجمه تبع التهاج. نقترح عليكم الهادي جويني يا محسونه في تسجيل نادر. عايز بجسم نبداو عندك الضوء. محسونة قل لي علاش يا محسونة، يا محسونة وعدت تجي تحت الزيتونة، يا محسونة قل لي علاش يا محسونة، يا محسونة وعدت تجي تحت الزيتونة، خليتي قلبي ومحونة وعيلي في نظرة مرهونة، خليتي قلبي ومحونة وعيلي في نظرة مرهونة. آه يا محسونة، آه يا محسونة. وعدتيني تديريني طلع لقد الفلة تتسبب كيف تملى القلة علشان الله، وعدتيني تديريني طلع لقد الفلة تتسبب كيف تملى القلة علشان الله، خليتي قلبي تقلى يبغي بلة وناري في حشايا مخزونة يا محسونة. آه يا محسونة، آه يا محسونة، يا محسونة كل علاش يا محسونة، يا محسونة وعدت تجي تحت الزيتونة، يا محسونة كل علاش يا محسونة، يا محسونة وعدت تجي تحت الزيتونة، خليتي نوعي ومحونة وعيني في نظرة مرهونة، خليتي قلبي ومحونة وعيني في نظرة مرهونة. آه يا محسونة. عم الصابة ترد جوابة سلبتي لعقلة وصوابة يا قلابة، وعدي خالك عم الصابة ترد جوابة سلبتي لعقلة وصوابة يا قلابة، ولا ينهش فيه بنيابة هود الغابة، ولا ينهش به هنا يا محسونة. يا محسونة. أصدقاء المجلس. شيماء، ثم قانون سمعنا عليه برشا وحكينا عليه في أول الحصة. القانون هذا العديد من الجمعيات تحركت على جاله، والقانون هذا هو في قلب موضوعنا اليوم في برنامج بر الأمان، القانون إلى نفاذ إلى المعلومة. حسب ما سمعنا أنه عاش برشا مغامرات، لو كان تحكينا عليهم. قرابة الجمعتين التالي صادق مجلس نواب الشعب على القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة. حكاية هذا القانون حكاية تبعها فريق مرصد مجلس ساعة بساعة في أروقة المجلس. الحكاية بدأت في أوت 2014 وقت قدمت الحكومة مشروع القانون للمجلس الوطني التأسيسي. إنعم من وقت التأسيسي جاءت الانتخابات التشريعية ومرت بأمان، وولا عندنا مجلس نواب الشعب وحكومة جديدة، والزوز قرروا إنه هذا القانون من الأولويات التشريعية. تعديش القانون للجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مارس 2015، نظرتش اللجنة فيه واستمعت للخبراء والمختصين والجمعيات. هو جاي يتعدل التصويت في الجلسة العامة وتعمل هكا الحكومة وتسحب المشروع باش تعاود تنظر فيه،
وترجعوا مرة أخرى بصيغة جديدة للمجلس اللي يرجعوا لنفس اللجنة. بعد أخذ ورد تم إحالة القانون للجلسة العامة للمناقشة والتصويت بعد ما وافقوا عليه 4 من أصل 6 نواب حاضرين من أصل 22 نائب مفروض يكون حاضر في اللجنة. الجلسة العامة لمناقشة المشروع والتصويت عليه كانت أبعد ما يكون على أنها تكون مملة، كان فيها نقاشات حادة ومبدئية حول برشة قوانين نقاط مهمة في القانون، وبرشة مقترحات تعديل تقدمت وتناقشت من طرف النواب باش في الأخر يصوتوا على القانون ويتعدى. صحيح القانون يدخل حيز النفذ العام الجاي، لكن المخاض اللي مرينا الكل به النتيجة متاعه كانت احترام الدستور وتكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة. بالنسبة لكم قانون النفاذ إلى المعلومة ياخذ برشا وقت، شنو تأثيره عليك؟ مثلا أنت سلاسعة كرئيس النيابة الخصوصية في القروان، هم فماش علاش باش تكون معناها تأخير أو عرقلة في حق النفاذ المعلومة إذا كان احنا ماشيين في إطار معناها حق المواطن في الاطلاع على العمل البلدي أو العمل الحكومي أو الاطلاع على التشريعات اللي تتخذ أو أنه يساهم خاصة بتكريس الدستور، هو حق المساهمة المجتمعية عن طريق المجتمع المدني والمواطنين معناها في اتخاذ القرارات. إذا كان نقول السلطة للشعب يلزم صاحب السلطة اللي هو الشعب يلزم يكون على بينة بالإجراءات اللي قاعدة تتخذ بالمشاريع اللي قاعدة تعد ويبدي رأيه فيها كما تم إبداء رأي في الدستور وكان تم مشاركات كذلك في مختلف المشاريع، فما الباب مفتوح للمواطنين باش يشاركوا. دونك هذا قد ما تكون فما اطلاع وتقديم المعلومات أو هالمشاريع هذية أو النصوص هذية معنا للمواطنين للاستئناس بالآراء متاعهم لتوضيح الرؤية وباش نعرفوا معناها احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح أو لا، معناها هذوما كلهم ضروري راهو يتم الأخذ بهم بعين الاعتبار وضروري أنه يتواصل معناها انفتاح الإدارة أو السلطة العمومية على المواطنين متاعها وعلى وسائل الإعلام وعلى مكونات المجتمع المدني وتتفاعل معهم إيجابية باش النجم نقدمه، لأنه راهو قد ما نكونوا معنا فاتحين الباب وقد ما تكون فما مشاورات قد معناها من نضمن نجاح المشاريع متاعنا أو معناها القرارات اللي نتخذها. ممكن سي لسعد المرسوم 41 مازال باش يطبق هو، لكن شو تشوف الفرق باش يكون بين المرسوم 41 ولا القانون توا؟ معناها توا عندنا قانون نفاذ الى المعلومه، انت كرئيس هيكل اللي هو البلديه كيفاش هذا باش ياثر على تعاملك مع المواطن؟ هو يلزم فما زوج جوانب، فما اقتناع المسؤول البلدي او الحكومي بالتفاعل الايجابي مع المواطنين وباسداء المعلومه وبالشفافيه وتقديم المعلومه، هذا جانب. وجانب اخر بالنسبة معنا للطرف المتلقي هو معناها وعيه بالمعلومات اللي يطلبها، فما حوايج معناها مسموح له باش يطلع عليها ومفتوحت له ومن حقه باش يطالب بها، وفما حوايج لأنه ساعة ساعة المواطن ما يعرفش معناها ما له هو ما عليه واللي يطلب لك مثلا كيجيني أنا وإشكاليات تحصل، يجي يقول لك أعطيني مضمون متاع فلان الفلاني ولا عقد زواج ولا معناها اللي هي أمور شخصية ولا فلان الفلاني هذا كان متبني وشكونه وأصله وفصله، ما هذه ما فما أمور شخصية يلزمنا نعرفوا الحدود متاعنا ويلزمنا نعرفوا ما لنا من حق في النفاذ إليه، وفي المقابل يلزم يكون معنا المسؤول منفتح ويمكن المعلومات وبل أنه يبادر بتقديم المعلومات مش كان ينتظر المطر، يلزم يبادر بتقديم المعطيات لأنه بكري معناه مش كون يذكر يطالب بميزانية الدولة. ميزانية الدولة موجودة مش سر، موجودة تدخل على الانترنت تدخل على البوابة الرسمية لوزارة المالية يعني موجودة المعطيات توا، حتى لاحظوا معناها توا فما انفتاح معناها بتو مقارنة بالماضي راه فما معلومات قاعدة تتقدم، فما بوابات قاعدة تفتحها سواء الحكومة أو بعض البلديات أو في الانفتاح متاعها، ولكن مازال معناها الخطوة قاعدين نقدمه ولكن مازال دون المأمول. فما جانب آخر حبيت أنا أعرج عليه هو لنا مثلا من جانب العمل البلدي، جينا برشا مطالب للأسف معناها درجة التجاوب والإجابة وسرعة الإجابة، معناها المواطن يجي يقول لي أنا محدد بأجل، أنا كبلدية مثلا نعطيك كبلدية القروان من أضعف البلديات معناها الإمكانيات البشرية محدودة، أنا مثلا نقول لك نعاون المكلف بالباج هو بيدو مكلف مجموعة ملفات أخرى. في نفس الوقت سلاسعد المرسوم 41 يتحدث على المبادرة بنشر المعلومات وليس فقط أنه نستناو أنه المواطن هو يجي طلب بها، لذا إذا كان ثم كيف ما أنت كنت تذكر بكري في وقت اللي نسمع في الغنية قانون الأساسي البلدية تاع 75 اللي مازال ساري مفعول إلى حد الآن
يذكر أنه ثم المداولات يزمهم يتنشروا، المحاضر يزمهم يتنشروا إلى آخره. لذا ممكن أنه كيف ما تقول أنت العقلية تولي عقلية مبادرة وليست عقلية طلب، ينجم يسهل عليكم أنتم كبلدات قيروان مثلا. معناها أنا لنا معناها بحكم معرفتي معناها بالعمل البلدي، معناها حتى قبل المرسوم 2011 كان فما واجب على البلديات في الإعلام المواطنين متاعها حقهم في حضور مداولات، معناها المداولات يعني يقدم مداولات عمومية، حقهم في حضور الدورات التمهيدية، وحقهم في الاطلاع على محاضر الجلسات اللي يلزمها تتعلق بعد المداولة تتعلق بمقر البلديات. دونك معناها القانون يفرض عليه أن ينمكن المواطن من المعلومة، وفوق هذا ودونه يزيد القانون يقول لك حق كل مواطن دافع للأداءات داخل المنطقة البلدية أنه يجي وياخو نسخة من المداولات اللي يتداول فيها المجلس البلدي، معناها بعد الأجل متاع 8 أيام. هذا جربناه في بعض الولايات، ما جربناش في القروينة، ما جربناه في بعض الولايات مثلا في القصرين، في بلدين بلدية القصرين وفي قفصة، وخلينا نقولوا بعض الأخيين اللي كانوا موجودين غادي تفاجئوا بالطلب متاعنا. يعني ممكن رغم أنه قانون قديم فات 40 سنة ما هوش القانون لازال ساري المفعول، القانون ما قعدش ما يموتش بطول الزمن، القانون يقعد ساري المفعول. المشكلة أنه فهم العديد من البلديين لا يعرفون معناها دواخل القانون الأساسي للبلديات. هذه حوايج ترتيبية، هذه حوايج قانونية موجودة، معناها مش يعمل مزية، هذه واجب. بل أكثر من هذا، بعد كي جاء قانون نفاذ المعلومة زاد وسع وألزم معناها الإدارات العمومية بالتواصل هذا، إذن معناها مش شيء جديد. أما للأسف بزال فما تحفظ، وربما نذكر معناها كما ذكر زميلي سي حمادي البقلوتي في النقطة ذي، بزاد فما جانب من عقلية وفما جانب متاع قانون الوظيفة العمومية، لأنه زاد يزمنا نحميه الموظف. إذا كان القانون الوظيفة العمومية في حد ذاته مازال يتحدث على واجب التحفظ وواجب السر المهني، يزمنا كيفاش نعدلوا ما بين حق النفاذ للمعلومة وما بين حماية الموظف العمومي اللي ماشي يجاوب. لأنه الناس مغضوا على الحي يقول لك يتم أخذتي لنشر معلومة اللي أنا ممنوع عليا، وين حتى نعرف أنا حدود متاعي أش نمكن وش ما نمكنش. أنا فما جانب حماية للموظف العمومي والمسؤول العمومي. زار أنا بعد تو نسألك على حكاية ميزانية الدولة متوفرة موجودة، كيفاش نجمو نتعاملوا مع المعلومة هذه، أما شو تعليقك فيما يخص القانون وشو المجال اللي يسمح لنا القانون أن احنا نستغلوا المعلومة اللي متوفرة؟ القانون بالنسبة لي اللي جابه جديد هو بارابور للمرسوب 41، هو الإنشاء بتاع الهيئة اللي نورمال مو بش تتكفل بمراجعة الطلبات، وخاصة حكاية الاستثناءات اللي سال عليها برشا حبر معناتها في المجتمع المدني وفي الجمعيات. كذلك في القانون الجديد حكاية انه يلزم في كل إدارة عمومية يكون فما عون مكلف، دونك العون هذا يلزم يكون داري ومطلع ويعرف الفرق ما بين معلومة عامة اللي يلزمها تتنشر ومعلومة شخصية اللي ما يلزمها تتنشر. كيف زاد نذكر انه عندنا زاد هيئة جديدة اللي هي هيئة حماية المعطيات الشخصية، اللي هي زاد عندها زاد دور فعال، وسمعت سي شوقي قداس رئيس الهيئة يقول انه توا عندهم مهمتهم هي انها مهمة تقديمية وتعريفية وتثقيفية إن صح التعبير، باش المواطنين والإداريين والمسؤولين الكل يعرفوا الفرق ما بين معلومة عامة تكون ديسبونيبل للناس الكل ومعطيات شخصية اللي معناش الحق للنفاذ عليها. دونك ديما لو ديليم تقعد ما بين حرية شخصية ومعطيات شخصية وبيانات عامة. دونك البيانات العامة ديما المبادرة ديما محمودة معناتها، ما تقعد حكاية حماية المعطيات الشخصية اللي زاد كيف يلزم العون الجديد اللي باش يكون. دونك هنا برشا انتدابات باش تجي في الوظيفة العمومية وبرشا تكوين وبرشا، ونعرفوا كما حكيت السيد رئيس النيابة الخصوصية انه فما مشكلة في الإطار، البلديات الكل نتصور عندها مشكلة في الإطارات، معناتها ما فماش لحد الآن عون اللي مكلف باش يقوم بالمهمه بنشر البيانات بصفه تلقائيه. دونك هنا برشا خدمه وبرشا يظهر الديلي اللي اعطوه عام لتطبيق القانون هذا هو باش تصير الامور هذه الكل. موضوعنا اليوم حق نفاذ المعلومه. الحق هذا هو حق دستوري اللي تطر في الفصل 32، وزميلنا في برنامج بر الامان محمد ذيال همامي مارس حقه وطالب بمعطيات تهم العلاقه ما بين تونس وبريطانيا. نقترح عليكم نسمعوا التجربة متاعه في الطلب هذا. في إطار عمل استقصائي حبيت نتحصل على القائمة متاع اللقاءات اللي عملهم السفير البريطاني في تونس سنة 2006، وليست عملت قانون نفاذ المعلومة البريطاني وتحصلت على القائمة هذه. وقت جيت نقرأ فيها
نلقى أنه بين اللقاءات فما لقاء صار بين البي دي جي متاع ستيغ والسفير البريطاني بالضبط نهار 26 أكتوبر 2006 مع نص نهار. حبيت نشوف نجمش نتحصل على نفس المعلومة باستعمال مرسوم 41. للأسف وقت اللي بعثت مراسلة لستيغ جاوبوني بالرفض، قالوا لي ما نجموش نعطيوك المعطيات هذية نظرا أنها تكتسي صبغة دبلوماسية. اللي استنتجوا أنه الاستثناء هذية ما عندوش مبرر، إذا كان الطرف الآخر متاع العلاقة الدبلوماسية يعطينا المعلومة زايد نمنعوها على التونسي باش تحصل عليها. ذي زادة لوج على كيفاش القانون النفذي للمعلومة ينفع المواطنين، وقارن بعض التجارب في العالم. نقترح عليكم نعملوا دورة حول العالم في حق النفذي للمعلومة. محمد ذي الهمامي. مثلا في أمريكا أكثر عبيد يستعملوا قانون نفذ المعلومة الأمريكي هما سجناء، والسبب بسيط أنهم يحبوا يحاولوا يلوجوا على وثائق ولا تسجيلات صوتية ولا تسجيلات متاع كاميرات سيرفيانس تيقوش فيها أدلة على براءتهم. وهذا مثلا بين الأسباب اللي قانون نفذ المعلومة يسمح أنه نتحصل على نفذ المعلومة بشكل سريع. ساعات مثلا كما في قانون نفذ المعلومة التونسي الجديد يقول أنه إذا كان المسألة متعلقة بحرية شخص يلزم الجواب يكون في نهارين، وبالطبيعة يلزم يكون بلاش فلوس. مثلا في الهند فما مواطن حب يشوف الدولة قاعدة تصرف مليح في الميزانية متاع التربية ولا لا، وقت يستعمل قانون نفذ المعلومة تحصل على معطيات تثبت أنه 80% من الميزانية متاع 8500 مدرسة ماهوش قاعد يتصرف فيه بطريقة باهية واللي هو كان نجم يمشي في المصلحة العامة. مثلا في إحدى دول أفريقيا جنوب الصحراء فما مجموعة من الناس حبوا يجبروا الدولة أني باش تولي تخلص الدويات المتعلقة بالسيدة على المواطنين المرضى. وقت يقدموا قضية الدولة قالت ما عنديش الإمكانيات، واللي استعملوا حق نفذ المعلومة باش تحصلوا على المعطيات تثبت سوء التصرف في ميزانية متاع الصحة. وأثبتوا أنه إذا كان دولة تولي تتصرف مليح في الميزانية متاع الصحة تنجم تفضل فلوس تخليها يخلصوا بها الدواء متاع العبيد المرضى هذوما. عاودوا قدموا قضية مرة أخرى وأثبتوا أن الدولة بإمكانها أن يتخلص، وربحوا القضية، ومن وقتها ولت الدولة هذه تصرف على العبيد المرضى بالسيدة وتخلص لهم الدواء متاعهم. هذوما بعض التجارب اللي شفناهم في حق نفذ للمعلومة، وشفنا زادة الاستثناءات كيفاش استثناء يكون يمس مواطن تونسي في تونس رغم أنه نفس المواطن نجم يتحصل على المعلومة عبر طرق أخرى عبر بلدان خارجية. يعني ايش قولكم انتم في التجربة متاع ذي بالنسبة للوثيقة اللي طلبها؟ كما ذكرت معناها نواصل معنا في نفس الفكرة اللي ذكرتها بكري، راهو مازال فما معنا هذا واجب معنا يجب نقوم به وسائل الإعلام في التعريف بمحتوى هذا القانون وتحسيس معناها لدى السلطات العمومية والإدارات العمومية بأنه هذا نص دستوري ونص قانوني ملزم للإدارات باش يفهموا الفحوى متاعه، وضروري أنه تكون دورات تكوينية حتى بالنسبة للإدارات العمومية حتى انطلقت مثلا وزارة الداخلية عن طريق مركز التكوين ودعم اللامركزية في دورات بالنسبة للأعوان البلديين في الجانب هذا لتعريف فحوى هذا للمرسوم وللعمل على النفاذ للمعلومة. هذا جانب. ومن جانب آخر كما ذكرت معناها بكري ديما راهم مازال لدى العون العمومي معناها التحفظ والتخوف من قانون الوظيفة العمومية اللي هو مازال مسلط عليه، اللي يقول له معناها واجب السر المهني أذوما ليمو كلي اللي كانوا قبل معناها النظام العام ولا الكذا والكذا، ذوما الكلمات الفضفاضة اللي معناها تخلي العون العمومي ياخذ احتياطات وتقول انت خاف ينجم يقول لك يجتهد، وبعد غدوة الحي يقول لك يرجع عليه بالفصل ذاك يقول لك ما احترمت واجب التحفظ ما احترمت واجب السر المهني. ضروري معناها التوضيح ما بين هذا وذاك خاصة بالنسبة للعون العمومي لتبسيط وتيسير معناها النفاذ للمعلومة. أما راهو هذا بروسيسوس هذا مسار ضروري نمشيو فيه وضروري معناها نتفاعل معها ايجابيا ونمكنوا معناها المواطنين يعني معناها من حق النفاذ للمعلومه. حسب ما قلت لسعة ثم معادله صعيبه يعني اللي عند المواطن عند العون العمومي. نعم. في نفس الوقت نشوف انه في بلديه سيده تم يعني وضع الوثائق على الموقع الرسمي للبلديه هذه. سي نزار شنو اللي خليكم تحطوا الوثيقه اي مثلا ومش الوثيقه ب؟ شنو هي العامل اللي اخترتوه؟ هو كما قال سي لسعد معناتها قانون البلديات من قبل موجود ويجبر البلدية على نشر المداولات
وبعض الوثائق اللي موجوده في القانون معناتها نشر المداولات تلقى فيهم بتبيع الميزانيه اكسترا اكسترا. نحن اللي عملناه في صياده انه في عوض باش ناخذ ورقه نعلقوها على التابلو دافيشاج رقمناها معناتها عملنا نسخه رقميه وحطيناها في الموقع اللي ما خاصه وقتها في الفكره الاولى بتاعنا التجربه بتاعنا هو بور باش نهدفوا انه نصيب لا جونيس معناتها الشباب نتاع المدينه اللي ما يجيش للمجالس البلديه ولا ما يدخلش للبلديه كان نهار اللي باش يطلع مضمون نتاع ولاده. اللي زدناه هو انه حطيناها بصفه رقميه معناتها شنو الوثائق اللي نشرناها وشنو الوثائق ما نشرناهاش. الحقيقه الوثائق الكل اللي موجوده معناتها نورمالمون يتم طباعتها وتوزيعها على المواطنين خلال الجلسات اللي تصير بصفه دوريه الكل نشرناها. صارت بوليميك في مده معينه انه مثلا في احدى المداولات وقتها كانت فما قرارات نتاع هدم وقرارات نتاع اخلاء محلات بلديه وقتها تذكروا حتى الجماعه اللي مستغلين هذه بالاسماء دونك صارت بوليميك اسكو نحطوا الاسم نتاعهم في الموقع ولا لا. بالنسبه لي ما فماش معناتها يتحط خطر اسمه تذكر ديجا معناتها وقالوا راهو فلان الفلاني البلديه قررت انها باش تخرجوا وفلتان قررت انها باش تطردوا وفلتان قررت باش تعمل عليه دونك القرارات موجوده دونك ما فماش علاش دونك هذه الاسئله البوليميك اللي صارت. فما نقطه اخرى هي ممكن حكايه التوعيه زاده ويلزم المواطن يعرف ممكن تيت انكدوت انه مثلا البلديه صياده دوريا تنشر مشروع الميزانيه نتاع السنه القادمه معناتها في اخر 2014 تنشر مشروع ميزانيه 2015. نذكر انه بعض المواطنين عملوا بوليميك كبيره في الفيسبوك وحمله كبيره في الفيسبوك باش نشكيوا بالنيابه الخصوصيه اللي قاعده تسرق في الفلوس. كيفاش تسرق في الفلوس على خاطر كي جاوا يشوفوا مثلا الربريك ميزانيه الامضاء تعريف بالامضاء محطوطه 5000 دينار كيفاش 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 جات بالضبط 5000 دينار معناتها كيف صارت ما فما سرقه ما تنجمش تكون 5000 دينار يزمك وقتها صار فما دور توعوي وبيداغوجي راهو هذيك مشروع ميزانيه ماهيش الميزانيه الفعليه تحب تشوف انت قداش البلديه دخلت في تعريف بالامضاء استنى اخر العام باش تعطيك بالضبط وقتها باش يكون شيفر افيك فيرغول معناتها ماهوش عدد شيفر كونستان. ممكن هذاك عادة هو تخوف متاع بعض المسؤولين انه المعلومة تأخذ خارج السياق متاعها او ما تتفهمش. انا عندي سؤال سي لسعد، علاش بلدية صيدا عندها سيت في كل المعلومات وبلدية القروان لا؟ شنو المقصود معناها بالنسبة للبلدية القروان عندها الموقع متاعها صحيح بالنسبة للباج اوفيسيال معناها فما الباج فيسبوك فما الموقع الرسمي الموقع الرسمي موقع قديم ما تمش التحيين متاعه ديجا بعثنا تو مراسلة معناها مع جامعة المدن لتحيين معناها باش يكون موقع رسمي للبلدية معناها ويتم التحيين متاعه وتو قاعدين معناها بدينا في دورة تكوينية مع جامعة المدن فما مجموعة من البلديات اللي مش يتم تمويل معناها تركيز الموقع على السيت ويب متاع البلدية وفما الباج فيسبوك. الباج فيسبوك معناها توا تقريبا محينا معناها شبه يوميا معناها ديما فيها المعطيات أما الموقع الرسمي كما ذكرت صحيح معناها باج قديمة وتوا قاعدين ساعين مع الجامعة لتحيين هذا الباج. نزار القرقني هو هنا باش ناخذ لا كاسكيت دو دوفنسور دو ليبرتي نيميريك باسكو جمعيه باش تاخذ الدور نتاع الجمعيه الثقافه الرقميه الحره دونك ممكن هو علاش هي للاسف معناتها يعني نلاحظها انه حتى اداراتنا العموميه ووزاراتنا مواقعها الكل هي مسيبه ومهمله وفي الصفحات التواصل الاجتماعي في الفيسبوك اللي نسميه هاني الفيسبوك معناتها اخفاق بوك اخفاق بوك اكزاكتومون دونك محينا على خاطر نرجع ديما نفس الاشكال هو حكايه لو كادر الاعوان اللي المهيئ اللي تنجم تعمل هذا بتبيعها في فيسبوك سي بلو سامبل انك تحط معلومه انك تحط تصويره انك تحط بيان انك تحط فيديو. اما شنو الاشكاليه مع الفيسبوك الاشكاليه خاطر بالنسبه ليا ناشط في مجتمع البرمجيات الحرة وندافع على الحرية الرقمية هو معناتها موقع مسكر معناتها مخالف لجميع البرنسيب معناتها بتاع الحرية معناتها مخالف مبادئ الحرية كيفاش بتخلي مواطن عادي مثلا بالنسبة لي هو open data و open gov والبرمجيات مفتوحة ممكن ما عندوش فكرة دقيقة عليها علاش انت نزار القرقني ما يساعدكش انه وثيقة تكون موجودة على الفيسبوك.
ما ساعدنيش على خاطر يزمها حصة كاملة باش نفسروا علاش الفيسبوك ما يزموش يكون مستعمل. هو كما قلت لك نظام سنتراليزي، نظام ضد الشفافية، نظام دو سيرفيونس ماسيف، معناتها لي زارتيكل اللي موجودين وما يحترمش البيانات الشخصية، يستغل المعلومات هذيك لأغراض تجارية اللي هو بيسكو لي بيبليسيتي اكسيتيرا، دونك يدخل في الفلوس. دونك هو بالنسبة لي موقع مسكر، دونك إلي اونوبوزي نتاع مع مبدأ الشفافية. نتفهم انه بعض البلديات انك تقول لك نوصل المعلومه، نحن في صياد شنو عملنا، ما احنا ممكن كجمعيه الثقافه الرقميه الحره دونك عندنا اكسبيريونس في المجال الاعلاميه وفي تطوير المواقع الويب وانشاء مواقع الويب، دونك تكفلنا انه كوننا العون اللي زاد ماهوش مهمته فقط انه السيت ويب عنده مهمات اخرى، باش نعلموه كيفاش يدخل على الموقع ويحط المعطيات في الموقع، من بعد يبارطاجي في الفيسبوك. دونك نحن نحط المعلومة في الموقع، يعني ولي المصدر الأساسي للمعلومة هو بالضبط الموقع بالضبط الرسمي اللي بالضبط يلزم البلدية بالضبط أو يلزم الهيكل، والفيسبوك الفيسبوك يقعد فقط فضاء لل كمويان دو كومينيكاسيون باش للبث يعني. بالضبط. وزيد حاجة أخرى مثلا ممكن لو سمحت نزار، خلينا نكونوا نقعدوا قرب للواقع. لو كان ثم ميزانية، غلق ميزانية موجود على موقع فيسبوك، شنية الفرق ما بيناته وما بين ميزانية موجودة على سيدي موقع ببلدية سيدة؟ الفرق انه مثلا نجم اقول لك انه مش المواطنين الكل عندهم كونت فيسبوك، رغم اللي ممكن الاحصائيات تقول انه 99.99% من التوانسة عندهم موقع فيسبوك، لكن هنايا فما جيمبوز اون كونترانت تكنيك انه نجبر المواطن انه يعمل كونت فيسبوك اللي ممكن هو ينجم يكون ضد مبادئه باش يتحصل على المعلومه هذه. في الموقع يلزم المواطن يكون عنده كونكسيون انترنت، بون كيف كيف ممكن فما اجراء، مي المعلومه متوفره بدون حتى معناتها كونترانت تكنيك، ما حشتوش باش يكون مسجل، ما حشتوش باش يعطي معطياته، ما حشتوش باش يحط رقم نمره تليفون ولا الايميل نتاعو باش يتحصل على المعلومه هذيك باش فيسبوك يستغلها. حاجه اخرى ممكن هو يلزمنا نعرفوا انه راهو تبادل المعلومات تونس تشري فيه، معناتها لي ديبي لي دوني ترانسميز اترافير انترنت بالفلوس، معناتها لو ديبي سورتون انترون. دونك اني كبلديه ولا كوزاره ولا كرئاسه حكومه ولا كرئاسه جمهوريه نحط الفيديو نتاعي في الفيسبوك، المواطنين اللي باش تفرجوا عليه قاعدين يجيبوا في معلومه من برا، دونك قاعد ندخل في فلو نتاع دي بيت. هذا ممكن مساله تقنيه شويه يعني، اما ثم خسائر، حتى خسائر ماديه، خسائر ماديه بالضبط اذا كان ما نحطوش معلومه في الموقع الاصلي اللي هو هذاك. علاش ممكن حتى الجمعيه المدن التونسيه اتصلت بنا نحن كجمعيه الثقافه الرقميه الحره باش نحاولوا نعملوا ان بروتوتيب دو بورتاي ويب للبلديات. صار اتصال مبدئي وان شاء الله باش تصير اجتماعات من بعد باش نشوفوا يعني نموذج موجود لموقع من المواقع الويب. ولكن يعني ممكن نجموا في النقطه هذه، المواقع اللي موجوده مثلا موقع بلديه القروان اليوم هو موقع اللي اسمه www.commune-kirwan.gov.tn، هو مثلا بلدية سيدي بوسعيد أو بلدية المرسى أو العديد من البلديات في تونس هما يستعملوا في الموقع هذا هو نموذج. ولكن يبقى سؤال، إلى أي مدى كل بلدية عندها الإمكانيات باش تتعامل مع الموقع هذا؟ ثم بلديات مثلا بلدية قروان عندها إمكانيات، هي في مقر مركز الولاية، لذا عندها إمكانيات ممكن أكثر من بلدية أخرى يكون الميزانية متاحة ما تتعداش 150 ألف أو 200 ألف دينار. إلى أي مدى نموذج نجم يساهم يكون حاجة يعني طبق مبدأ المساواة ما بين المواطنين الكل في نفاذ المعلومة؟ نزار نوجه لك سؤال. ديما تقعد حكاية الإمكانيات، ممكن مش حكاية فلوس، معناتها هذه هي ممكن أكثر حاجة إمكانيات بشرية، معناتها أعوان مكلفة بالشيء هذا، معناتها تنجم تكون بلدية عندها ميزانيتها بالمليارات ما عندهاش عون اللي عنده الإمكانيات التقنية باش يحين موقع. هذاك علاش ممكن الناس كل تلتجا على الفيسبوك، خاطر الناس كل تمارس وتشوف كيفاش بارتاجي وتيليشارجي اكسيتيرا. دونك هنا حكيت اكثر اعوان معناتها دي ريسورس ايمان ك معناتها ميزانيه ولا حكايه فلوس. هنا يجي دور البلديات انها في الانتدابات الجايه ومع مارس القانون الجديد 55 اللي يجبر انه كل هيئه عموميه تكون عندها عون مكلف بالنفاذ، دونك باش يبدا يكون هو فورميه، علاش لا باش يستعمل له الادوات الحره انديبوندامون من الريزو فيرمي. جينا نقربوا نهايه الحصه نتاعنا، جات وقت كرونيك انفو جورت، الكرونيك اللي نحكيو فيها على اهم ما يصدر في الجريده الرسميه للجمهوريه التونسيه. تحبين قبل كل شيء نقدموا الجريده هذه، الجريده اللي فيها العديد من المعلومات اللي تهم تقريبا كل المواطنين.
الميزة متاحة أنه ما نستحقوش مطلب نفاذي للمعلومة باش نتحصلوا على المعلومات اللي موجودين فيها. علاش؟ على خاطر الجريدة هذه تصدر مرتين في الجمعة، نهار الجمعة ونهار الثلاثة. انفجرت مع صبرا شريفة. انفجرت. تحب تعرف وين تلقى قرار ترقية رئيس مصلحة المشتريات متاع تونيسير؟ تحب تعرف شكون ولا رئيس النيابة الخصوصية متاع كارتاج؟ تحب تعرف انهي المناطق اللي تنجم تحفر فيها بئر عميقة؟ ولا تحب تعرف شكون اللي حل الجمعية الجديدة اللي في راس النهج؟ ساهل برش، ما عليك كان تمشي تشري الرايد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا كان عندك انترنت تنجم تدخل على موقع ليجيسلاسيون بيونتين، غادي تلقى اللي حاجتك به الكل من قوانين وقرارات وآراء الهيئات وحتى مداولات مجلس نواب الشعب. كل شيء يتحط في الرايد الرسمي اللي يقولوا له زادة جورت. الحكاية هذه مش جديدة، خاطر أول رايد رسمي كان نهار لحد 22 جويلية 1860، وقتها كان اسمه الجريدة الرسمية للبلاد التونسية، وكانوا ينشروا فيه قرارات الباء. ومن وقتها ولدها الوثيقة الرسمية تنشر كل ما يتعلق بأمور الدولة. لو كان تدخل الجورت وتلقاه مثلا اللي قرار الاستقلال التام لتونس موجود، وكان تزيدوا تلوجوا زادة شوية تلقاه زادة اللي حتى شغور منصب بن علي تنشر في الرايد الرسمي. ما عادش تقعدوا كل مرة تسألوا عليش وكيفاش وقتاش، امشي وشوفوا الرايد الرسمي للجمهورية التونسية تو تلقاو فيه حليب الغولة. انفجرت. مع كرونيك انفجرت نوصلوا إلى نهاية برنامج بر الأمان. كانت هذه الحصة الأولى اللي تسجلت من مقر بلدية القيروان، وموضوعنا كان حق نفاذي للمعلومة. نشكر سي لسعد القذامي رئيس نيابة الخصوصية بالقروان اللي فتح أبواب البلدية وشاركنا في الحصة، ونشكر زادة نزار القرقني رئيس جمعية الثقافة الرقمية الحرة سليبغ اللي كان زادة ضيفنا اليوم. نحيي شيمة بوهلال اللي قدمت معي الحصة هذه، وصابر بن ظافر في التكنيك. مستمعينا تنجموا تعودوا تسمعونا وتتفاعلوا معنا على صفحة الفيسبوك بر الأمان، وتويتر بر تغيبا ال تغيبا أمان. كان معكم محمد حداد، نشكركم على حسن المتابعة، ونتلقاو الأسبوع الجاي. نودعكم بغنية الفنان التونسي حيدر حمدي فاش تشوفي من ألبوم وفكرة. إلى اللقاء. هزيت جيتارتي ومالي ومشيت نعمل فيك هواس هواس هواس، بدل مالي راسي هاني ندور حواس. هزيت جيتارتي ومالي ومشيت نعمل فيك هواس هواس هواس، بدل مالي راسي هاني ندور حواس. كريتها من بعيد قلبي لي بوقيد، العالم دار ومخي احتارتي كيف كيف الغير في المالين حير، ما عندي دار كان فن في بلاد الغدارات. مالك قولي قولي فاشي تشوفي يبنياتي، فاشي تشوفي يا بني هواي، وضعت ظروفي والحكم قطع في فلوسي يا بني هواي. فاشي تشوفي يبنياتي، فاشي تشوفي يا بني هواي، وضعت ظروفي والحكم قطع في فلوسي يا بني هواي. كذبوا اخواتي قبالتي قالوا من العالم، اسمع اش صار يا صاحبي شاي ما بعد ما زال مخنوق بنادي. نحكي لك السارة صاحبي قليل حتى في النوم يرقد عيني محلولة، حبيت نكون فنان صرت سلاحي ورا الجيتارة، عسكري لابس دنقي ديما ماشي طولة، صلت بلاد نقيش في فني عندي ما نقول، وانا نحبك انت يا مصرارة. نغزر من بعيد بعيني المغيارة، وانا 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 نحبك انت يا مصرارة. نغزر من بعيد بعيني المغيارة، على خاطر طريقي بلا أم وغربة وهامة، والناس تستناني في درك نتريقي غدرة غدرة تتريقي، فلا أم وغربة وهامة والناس تستناني في درك نتريقي. ديما لك قولي قولي
كلام على بالي أنا نغني ليكي بيتشالوا يخافوا من فني أنا ما على بالي أنا نغني يا ويدي كيف تبنما يا حلمة في نهار بريت ريكي السلامة عمري ما كنت في الدار أما بلقر بلو وهذا حب مثمان واني ماشي لبعيد ماشي لبعيد انتي بنما يا حلمة في نهار بريت ريكي السلامة عمري ما كنت في الدار أما بلقر بلو وهذا حب مثمان واني ماشي لبعيد ماشي لبعيد انتي مالا هز عيوني رام شابو فيا رام شابو فيا وهز عيوني رام شابو فيا مباركة والو خيار